ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان يحسم رسميا صفقة نجم المنتخب المغربي إلى صفوف الفريق بعرض خيالي وضخم للغاية. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، فضلا وليس أمرا، الضغط على زر اللايك وكذلك زر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت بأن نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي قاب قوسين أو أدنى من الحسم الكامل لصفقة المدافع المغربي نايف أجرد نجم نادي ويست هام الإنجليزي. وأكدت ذات الصحيفة أن نادي ويست هام الإنجليزي قد وافق بالفعل على العرض الأخير لنادي باريس سان جيرمان المقدر ب 55 مليون جنيه استرليني. نايف أجرد سيكون إضافة كبيرة جدا 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 لباريس سان جيرمان. لويس إنريكي معجب جدا بقدرات المدافع المغربي ويراه سيكون ثنائية صلبة للدفاع الباريسي مع المدافع البرازيلي ماركينيوس.